اللي في شي؟ لا ولا شي أبداً. بس أنت قلت إنه إلك زمان عم تستناني، ولما أنا إجيت أنت سكتت شبك؟ إيه مزبوط، بس لا القصة مو هيك. دوقي هاي الأكلة. أهلي. مرحبا أستاذ، أنا آسفة، قلت لي إجي شوفك هون. إمتى؟ وإجيت نطرتك كمان. ليش؟ بس لقيت الأستاذ ياش قاعد هون، كان بده يشرب قهوة، رحت عملت له فنجان، قلت بركي بيشربه وبيروح. لوين؟ بس لك شو قصدك لوين؟ هو قال لي إنك ناطرني عند المكتب لأروح لعندك. إمتى؟ لهيك رحت فوراً على مكتبك بس ما لقيتك أبداً. وين كنت أستاذ؟ فوتي. عرفتي كيف؟ تمام. بدأ تسخين بقى. رايح جيب صحيح. طيب. العصير كتير طيب، وبالذات إنه تازة. إيه مزبوط معك حق، وبيكون أطيب كمان بلا سكر. شربي عطول شي فالي كتير مفيد. عن جد؟ عصير؟ سوريش جاب لي على المكتب، في حدا كتير خاص وغالي بعت لي إياه. ولهالسبب جيت لهون بسرعة. بس شو بدي أعمل؟ إذا هالحدا مع الأسف بيضل مشغول وما عنده وقت لإلي. نيها شو جاي بأكل؟ هاي العيون الحلوة صدقيني ما لازم تبكي. شو بدك شي؟ لا امشي. شيفالي خلينا نطلع نتمشى شوي برا. يلا نطلع نتمشى؟ شو هالرومانسية؟ يلا يلا. بس بهالشوب اتركيهم يطلعوا، يمكن هيك جاي عبالهم يتمشوا سوا لحالهم، مو صح؟ ايه انتوا كلوا. يلا شيفالي تفضلي قدامي، امشي بشي خمس خطوات وانا رح الحقك. رح اطلع مثل ما بدك هاي المرة، بس تاني مرة انتبه. ايه إذا بدك بروح بجيب لك صحن ثاني وبرجع. كيلي واو، إذا رح تضلي طعميني هيك أكل رح كون أسعد واحد بالحياة. خلينا نرجع لشغلنا.